بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الدكتور محمد علي قطب، أخصائي التربية الخاصة، دكتوراه في مجال التربية الخاصة، ولي خبرات نظرية في الجامعات والمؤتمرات الدولية، وخبرات عملية مع ذوي الإعاقة منذ سنوات في المدارس والمراكز الحكومية والأهلية بالمنطقة الشرقية في المملكة. يسعدني أن أقدم لكم هذه الدورة المبسطة بعنوان اضطرابات اللغة والتواصل للطلاب العاديين وذوي الإعاقة. وهذه الدورة موجهة إلى أولياء الأمور، المعلمين في مدارس العاديين ومدارس الدمج ومدارس التربية الخاصة، وكل من يهتم بهذا المجال. وتهدف الدورة لتحقيق عدة أهداف، منها رسم صورة مبسطة لهذه الاضطرابات وكيفية التعامل معها عن طريق الإجابة على هذه الأسئلة: ما هو التواصل؟ ما هي اللغة؟ ما هو الكلام؟ ما هي مراحل الإنتاج الصوتي للطفل من الميلاد حتى سن المدرسة؟ كيفية اكتشاف وتشخيص اضطرابات اللغة والتواصل؟ والتعرف على أسبابها وأنواعها والعلاج المناسب لهذه الاضطرابات، مع تقديم نصائح هامة لولي الأمر والمعلمين من خلال الخبرات النظرية والعملية طوال هذه السنوات، وتقديم تدريبًا مبسطًا عمليًا على كيفية إخراج بعض الأصوات. يمكن لولي الأمر اتباع هذا التدريب وسيجد إن شاء الله تحسنًا ملحوظًا لدى الابن، وكذلك عرض بعض التجارب لي من خلال التعامل مع الأطفال ذوي الإعاقة، وإن شاء الله ستجدون جديدًا ومفيدًا في هذه الدورة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.